دابا غادي نناقشوا لي بروفيزيون في الحاله ديال لي ستوك. البروفيزيون على الستوك، لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. غادي نشوفوا لا كونستيتيسيون. لا كونستيتيسيون دائما كنديروها على الستوك فينال، تو سامبلومون الستوك فينال. دونك انت دابا باش نشوفوا كيفاش كنحسبوها بعدا. لا بروفيزيون ديال ان كتساوي لا فالور دوريجين ناقص لا فالور اكتويال، كيعطيك شحال باش داخل واحد ستوك وشحال راه داير دابا، ولكن في 31/12 كل عام غالبا غالبا لا فان دو ليكزيرسيس. دونك البروفيزيون تساوي لا فالور دوجين ناقص لا فالور اكتويال في ان، او كنحسبوها بطريقه اخرى، لا بروفيزيون في ان كتساوي لا فالور دي ستوك فوا واحد لوطو كيتسمى لوطو دو ديبريسياسيون. كنقول لك راه واحد البورسونتاج غادي يضيع ولا شي حاجه. المهم الطرق راه متعدده، دائما نرد البال كيفاش كنحسب. هادو هما اللي كثار، ويقدر يقول لك بان ستوك كامل فيه غير واحد لولو، واحد الجزء اللي غادي يقدر يكون فيه ديبريسياسيون ان سي دو سويت. دونك المهم كتبقى دائما على حسب المعطيات. دونك اكزومبل، غادي نشوفوا اكزومبل في لا كونسيسيون في 31/12/2012. دائما كيعطيني لا فان دو ليكزيرسيس فاش كنحسب لي بروفيزيون. 31/12/2012 لانفونتير اكسترا كونتابل دي اونتربريز انديك كو لا فالور ريال، زعما لا فالور ريال دان ستوك دو مارشانديز اكي بوغ. لا فالور ريال مقصود بها هو لا فالور اكتويال، لا فالور ريال مقصود بها لا فالور اكتويال في لاني 2012. شحال دايره؟ 130,000. اكي بوغ 150,000. شكون هي هاد 150,000؟ مشري ب 150,000، يعني لا فالور دوريجين. واحد ستوك داخل 150,000 وراه داير دابا 130,000. 150 فالور دوريجين، فالور اكتويال هي 135,000. السؤال اللي مطلوب قال لك او واش تخلي كريتور نيسيسير او 31/12/2012. دابا قال لك في 2012 شنو خصنا نديرو؟ راه القيمه ديال الستوك طاحت، يعني خصنا نديرو لها اون بروفيزيون. القيمه ديال الستوك نقصات، يعني خصنا نديرو اون بروفيزيون. دونك هي هادي اون كونستات كو لا فالور دي ستوك ا ديمينيي، دونك لونتربريز دوا كونستيتي ولا دوا كونستاتي اون بروفيزيون او 31/12. البروفيزيون 2012 تساوي لا فالور دوريجين ناقص لا فالور ريال، هي لا فالور اكتويال ديال 2012 كتساوي 150 ناقص 130 كتساوي 20. خصنا نديرو اون بروفيزيون ب 20,000. دونك ها لي كونت، لي كونت ديال ستوك ها هما. 61961 دي او بي بور ديبريسيسيون دي ستوك. عندنا 39/11 بي بي دي دو مارشانديز، تابع مارشانديز. كل كونت غتلقاو داك الكونت ديال البروفيزيون ديالو، كل بيان ستوكابل غتلقاو الكونت دو بروفيزيون ديالو في 39. دونك بالقيمه ديال لا ديبريسيسيون ديال التناقص اللي هي 20/20. لي بيلي كونستيسيون دو لا بروفيزيون سور ستوك. دونك انتبه، وهنا راه فينال، داك ستوك راه فينال. دابا غادي نشوفوا لاجيستمون. لاجيستمون الشرفان مساله بسيطه ما فيها لا حساب لا والو. لاجيستمون ديال البروفيزيون سير ستوك كتكون بسيطه بزاف. علاش؟ لان كنديروا العمليه اللي كنديروا للستوك كنديروا لا بروفيزيون سي ستوك. اش كنديروا للستوك؟ كان انيليو ستوك انيسيال اون كونستاتي ستوك فينال. حتى في البروفيزيون كان انيليو البروفيزيون سي ستوك انيسيال اون كونستاتي البروفيزيون سي ستوك فينال. يعني بنفس نفس العمليه كنديروا على الستوك كنديروا على البروفيزيون سير ستوك. انيلاسيون دو لا بروفيزيون سير ستوك انيسيال اي كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون سير ستوك فينال. وفي نفس اللحظه فاش كان انيلي ستوك، فاش كندير العمليات على الستوك، فاش كنكون كان انيلي ستوك انيسيال كان انيلي لا بروفيزيون ديالو، فاش كان كونستاتي ستوك فينال كان كونستاتي البروفيزيون ديالو تو سامبلومون. دونك هو هادشي اللي كاين. لو ميكانيزم داجيستمون دو لا بروفيزيون سور لي ستوك اي سامبل، il suffit d'annuler l'ancienne provision, ça veut dire la provision sur stock initial, et constater la nouvelle provision, يعني la provision sur stock final. غادي ناخذ ليكزومبل تاع تيما ليكزومبل اللي فات. لاحظوا في ليكزومبل اللي فات في 2012 ما عطاوناش لا بروفيزيون ديال 2011، وبالتالي خدمنا غير على 2012 على اساس ان نخدموا غير على البروفيزيون سور ستوك فينال. دابا في 2013 عندنا دو بروفيزيون، بروفيزيون قديمه وبروفيزيون غادي نحسبوها في 2013.
سويت دو ليكزامبل بريسيدون او 31 12 2013 في 31 12 2013 عندنا بعدا ديال 2012 حضيوها لا بروفيزيون سير ستوك فينال اي دو 40000 تو سامبل بعطينا محسوبه البروفيزيون اللي غادي نديرو على ستوك فينال في 2013 هي 40000 قال لك هنا اونغوجيستري ليكريتور نيسيسير او 31 12 2013 دابا حذاري عندنا البروفيزيون ديال العام اللي فات 20000 والبروفيزيون ديال هذا العام 40000 عندها شي واحد يدير لي 40 ناقص 20 ولا لا في ستوك ما كايناش هذه كان انولي ال 20 القديمه 20000 ونحط جديده سي كلير دونك اونغوجيستري ليكريتور نيسيسير او 31 12 دونك هي اشنو قلنا الانيلي القديمه شكون هي القديمه ديال 2012 دونك بي بي دي ها لانيلاسيون كتعني لا بريز تو سامبلومون بدي كونت لي خاصين بالستوك بي بي دي دو مارشانديز مع ريبريز سي بي بي دي دو لاكتيف سيركولون لاكتيف سيركولون لا هكا لاكتيف سيركولون كيسالنا في خطره واحده 20000 بالقديمه ها هي 20000 سي تبان داك ديال 40000 20000 annulation de la provision sur stock initial وعندنا ايضا كونستا هي annulation de la provision sur stock initial شكون هو ستوك انيسيال هو ستوك فينال ديال العام اللي فات كيتعتبر ستوك انيسيال بالنسبه لهذا 2013 رابع عندنا ثاني في نفس لادات دي او بي بور دي بريسيز كان كونستاتي لا بروفيزيون سي ستوك انيسي فينال كونستاتي لا بروفيزيون سي ستوك فينال باش كنكونستاتي اب دوتاسيون دي او بي بور دي بريسياسيون دي ستوك مع الكريدي بي بي دي دو مارشانديز بشحال بالقيمه ديال 40000 تري بيان هنا دابا في لاجيستومون ماشي بحال الحالات اللي شفنا ما كنخدم لاجيستومون بدو زارتيكل واحد كان انيلي فيه القديمه وواحد كان كونستاتي فيه الجديده ماشي بحال الحالات اللي شفنا كنحط لا ديفيرونس اما بروبريز اما بدوتاسيون هادي في الحالات الاخرين اما هاد الحاله كان انيلي بروبريز القديمه وكان كان كونستاتي بدوتاسيون la provision jdida عندكم constatation de la provision sur stock final وهادو هما لي ليبل اللي غادي ديرو دونك نشوفو application extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2014 مقتطف من البالونس avant inventaire 31/12/2014 عندنا 31/11 مارشانديز وعندنا 39/11 provision pour dépréciation de marchandises دابا هذا اش كيتعتبر في البالونس افون انفونتير سيدي هذا كيتعتبر ستوك انيسيال في غالب الاحيان كنلقاو هو ستوك انيسيال في مارشانديز كيكون كيبان لنا ستوك انيسيال مارشانديز كيبان ستوك انيسيال القيمه ديال ستوك انيسيال البروفيزيون اللي كاينه البروفيزيون سي ستوك انيسيال يعني البروفيزيون اللي على هذا نتابع ستوك فينال كيعطيو لنا كمعطى اخر كمعطى اضافي دونك انفورماسيون غولاتيف او ستوك عندنا ستوك دو مارشانديز 31/12/2014 هذا كان في الاول هذا ستوك انيسيال وهذا ستوك فينال والبري ديبريسياسيون بروبابل هو 34625 يعني شحال يقدر يطيح فيه شحال غادي يقدر ينقص فيه 34625 ودابا المعطيات ستوك انيسيال بروفيزيون سي ستوك انيسيال ستوك فينال بروفيزيون سي ستوك فينال باسي او جورنال دو ريغولار لي زيكتيو دو ريغولاريزاسيون دو دي ستوك او 31/12/2014 تابع اش قلنا دابا عطينا ستوك وعطينا البروفيزيون سي ستوك يعني غادي نانولي ستوك ونانولي لا بروفيزيون ديالو انولي ستوك انيسيال ونانولي لا بروفيزيون ديالو ونكونستاتي ستوك فينال ونكونستاتي البروفيزيون ديالو دونك ها ستوك لي انولا وها لا بروفيزيون لي تانولا ها ستوك لي تكونستاتا وها لا بروفيزيون لي تكونستاتا هادشي اللي كاين هنايا بنفس لي كونت انتوما نتابعوا راه عطانا هنا ايتا دو ستوك باش نعرفوا ها ستوك ديال مارشانديز ها ستوك انيسيال هو اللي عندنا في البالونس افونتير ها لا بروفيزيون سو ستوك انيسيال هي لا 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 بروفيزيون اللي كاينه في البالونس افونتير ها ستوك فينال اللي عطينا في لي ترافو دافونتير ولا كيتسمى لافونتير اكسترا كونتاب وها لا بروفيزيون سو ستوك فينال هي لا بروفيزيون اللي عطينا ايضا مع ذاك لا 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 لافونتير اكسترا كونتاب والعمليات اشنو قلنا ليزيكريتور تابه فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز مارشانديز انولاسيون دو ستوك انيسيال
بالقيمه ديال ستوك انيسيال. عندنا عاوتاني بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز بي بي دي دو مارشانديز بالقيمه ديال لا بروفيزيون سي ستوك انيسيال لا ريبري سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لا سي 15700 انولاسيون دو لا بروفيزيون سي ستوك انيسيال تابو نفس لي بيلي. عندنا كونستاتاسيون دو ستوك فينال هي مارشانديز فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز بالقيمه ديال ستوك فينال كونستاتاسيون دو ستوك فينال مع ايضا لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون سي ستوك فينال بالقيمه اللي عطينا ايضا في لا بالون في لانفونتير اكسترا كونطابل. تري بيان هي باش غادي تفهموا دابا بان العمليه راه بسيطه. داكشي اللي كنديروه على ستوك كنديروه على بالنسبه لا بروفيزيون سي ستوك.